طبعا هنا دي جلده بتبقى جنب بند كامل لوحديه، ده بتدوري الحلو ده كده اهي، واجي هنا برضو بنفس الدوران. طب البند ده بقى اللي هيبقى كامل اروح جايبه كده من الاول، لان ده هيبقى حتة واحدة. كده انا رسمت البند ده والبند ده. طيب لازم اقعد ابص على الفرده كده واشوفها واتامل فيها برضو، ممكن يكون فيها غلطه مثلا قبل ما اطلع الشغل، احاول ان اراجع على شغلي كويس قوي، واخد الحته بتاعت اللي هتركب فيها الابزيمه بنفس الشكل ده كده اهي، كده انا خلصت فردة الابزيمة واخد بالك. ولما نجيب الابزيمة متشنيفة هنروح عاملين خرم كده هنا، نعلم علامة خرم بحيث ان التشنيفة هتركب فيها ايه، كبسولة ذكر وانتهي، وهتبقى دي في نص القالب، هتبقى فين في نص القالب كده، تطلع فردة ان شاء الله جميلة جدا نفس المقارنة. في بقى هنا سروجي، خرام سروجي هناخدها برضو، واحد اتنين تلاتة، في خرام سروجي هنا برضو هنعملها، دي برضو لازم تتعمل لها العلامة بتاعتها في الشغل برضو. ادي واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة، ماشي، هيبقى جنب قصاده برضو واحد اتنين تلاتة اربعة، هنحددها برضو كده معايا اهو.